نساتي تتدي نتابع احداث الشوط الثاني من لقاء الامارات العربيه الشقيق مع المانيا الغربيه. انتهى الشوط الاول بتقدم المانيا بهدفين لفولر وكلينتمان في الدقيقتين 35 و37. وهنبدا مع بعض احداث الشوط الثاني. الامارات لبس الاحمر على شمالك والمانيا بزيها على يمينك. حصل تغيير في صفوف الألمان. طلع بورت هولد ونزل مكانه لتباريسكي. لتباريسكي أقدم لعيب الفريق وبيلعب من سنة 80 وشارك 3 دورات في نهايات كأس العالم 82 و86 وهذه الدورة. وخطرة وممكن ممكن جون 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 رقم 8 خالد إسماعيل ياخد تمريرة طويلة حلوة. رقم 8 خالد إسماعيل يحرز الهدف الأول للإمارات في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. وادي أعلام الإمارات الشقيق. تمريره هو من عدنان الطلياني وأمامية وحلوة ومنطلق من الخلف الأمام وكرة عدت ويلمها ويلعبها في الزاوية البعيدة. حلوة جدا جدا جدا. يبقى 2-1 2-1. هنشوفها كمان مرة. خالد رقم 8 خالد إسماعيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني 2-1. وحاجة تفرح اهي وتتلعب الكورة. رويتر ماتيوز جون مباغت هيرفع من معنويات الإمارات كتير جدا. الجون ده